طلابنا الأعزاء، طلبة الثانوية العامة، الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم. نرحب بكم مجددا من منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. أهلا بكم طلابنا الأعزاء. بدأنا سلسلة مراجعات مادة الجغرافيا السياسية، رحلة خرائط دقيقة مدونة مرتبة حسب الترتيب المنطقي لكتاب المدرسة. بدأنا يا ولادي بخريطة العالم السياسية اللي أول ما يستدعي انتباهنا عملية الظهور والاندماج، النسج والاختلاف. فخريطة العالم تضم العديد من الدول تتباين من حيث الشكل والمساحة والموقع. مجدداً أرحب بزميلي الفاضل الخلوق الأستاذ أيمن رضسان عواد، كبير معلم الجغرافيا في محافظة القليوبية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أيمن. درس تطبيقات الخرائط، يعني نقول شكر خاص لمستر عزيز على جهوده وعلى يعني على العمل الفني الرائع اللي بيطلع لاولادنا في منصه البث المباشر. وبالفعل احنا بنقول دائما وابدا الجغرافيا بدون خريطه زي الاكل بدون ملح. الخريطه هي اساس الدراسه الجغرافيه، وزي ما اتفقنا انا ومستر عزيز في الحصه السابقه قلنا اتكلمنا عن بعض من الحاجات اللي هي المميزه في خريطه العالم السياسيه، وطرقنا الخريطه اللي قدام عينينا دلوقتي اللي هي خريطه العالم السياسيه اللي هنبدا نطلع من عليها كل ما هو متعلق بماده الجغرافيا السياسيه. يعني احنا للاسف وقتنا يعني محدود، ولكن احنا كنا محتاجين يعني بدل الساعه ساعتين وثلاثه واربعه عشان فعلا نقدر نوصل باولادنا لبر الامان. واللي عاوز يلم الجغرافيا السياسيه بدروسها بدءا من الدرس التمهيدي وصولا بوحدة الدولة، ثم وحدة المشكلات السياسية، ثم وحدة التكتلات والأحلاف، ثم النظام العالمي والعلاقات، كانت قدامه هي فرصة جميلة الخريطة اللي قدام عينينا الآن. وبالفعل مستر عزيز يعني مجهز لنا مجموعة أسئلة إن شاء الله النهاردة لما نخلص الخرائط هنعرض ده كله مع بعضنا. فنرجع نرجع مستر عزيز لخريطة العالم السياسية بعد إذنك، نرجع للخريطة الأساسية بتاعتنا. حاضر تمام تمام أيوه، كلنا اولادنا طبعا اللي معانا على لاب، اللي معانا على موبايل، اللي معانا على تابلت، يا ريت سكرين للخريطه اللي قدام عينك، وهنحاول باذن الله ان احنا ننزلها لكم على الشات بتاعنا بي دي اف عشان تقدر ممكن انت برضو تستعين بيها. فالخريطه اللي قدامنا بتقول ايه؟ ايه يا مستر الكلمه الغريبه دي؟ ايه كلمه بتقول ايه؟ انت شايف العنوان اللي كاتبه مستر عزيز اللي في اللي قدام، التايتل اللي واضح قدامنا، تطبيقات خرائط الجغرافيا السياسيه. طب انا هقول لك حاجه، كل معلومات المنهج في الخريطه اللي قدامك. فعلا هتبص على الخريطه، هنطلع الدول كبيره المساحه، جهز ورقتك وقلمك، هتطلع روسيا، هتطلع الصين، هنطلع استراليا، هنطلع كندا، هنطلع الولايات المتحده، هنطلع البرازيل. طيب ندخل يعني كمرحله تانية معاهم، هندخل الهند، هندخل المملكه العربيه السعوديه، هندخل الجزائر. يعني انت لو بص على شكل الدول هتبدا تقدر من خلال الخريطه فعلا تحدد المساحات. طيب دي التسميه ممكن ما اشوفهاش على الخريطه، عندي طبعا الفاتيكان، عندي في سان مارينو في ايطاليا، عندي قطر كمنطقه عربيه، دول مساحتها صغيره جدا جدا جدا، وكلمه مساحه كبيره ومساحه صغيره تاثر في ايه؟ تاثر في العلاقات الدوليه، تؤثر تاثير قوي جدا في الوزن السياسي للدوله. خلي بالك من الكلمه، الوزن السياسي للدوله. ارجع للدرس الثالث والدرس الدرس الثاني والدرس الثالث من الوحده الاولى، هي المقومات البشريه وتاثيرها في قوه الدوله وعلاقات الدوله. طيب لما نبص طبعا المعيار الرئيسي لتقسيم خريطه العالم السياسيه، احنا عارفين في بعد راسي وبعد عرضي. البعد الراسي اللي هو خط جرينتش اللي هي خط الصفر الدولي، البعد العرضي اللي هي دائره الاستواء او دائره الصفر الدوليه زي ما احنا مسمينها. فلما هتبص تلاقي ايه؟ معظم الوحدات السياسيه تقع الى الشمال من خط الاستواء. بص على الوحدات السياسيه اللي بتقع في شمال خط الاستواء، يكاد يكون العالم كله. يعني لما تيجي تبص كده على خريطه العالم السياسيه وتحدد الوحدات السياسيه اللي بتقع في شمال خط الاستواء، هلاحظ ايه؟ هلاحظ قاره اسيا باكملها باستثناء جزء بسيط من جزر اندونيسيا، هلاحظ قاره اوروبا باكملها، هلاحظ قاره امريكا الشماليه باكملها،
هلاحظ الجزء الاكبر من قاره افريقيا، الجزء الاكبر في المساحه من قاره افريقيا، وهلاحظ الجزء الشمالي كمان من مين؟ من قاره امريكا الجنوبيه. اذا معظم الوحدات السياسيه تقع الى الشمال من خط الاستواء. طيب ومدار السرطان بالنسبه لي التغيرات السياسيه اللي حصلت في النصف الثاني من القرن العشرين او اواخر القرن العشرين او التي تاثرت بسقوط الشيوعيه وانتصار الراسماليه كلها كانت شمال دايره شمال مدار السرطان. يعني لو حطينا في الاختيارات هتبقى شمال مدار السرطان، هي شمال خط الاستواء، شمال خط الاستواء، وبالادق شمال مدار السرطان، شمال دايره 23 ونص زي ما قال لنا مستر عزيز في الحصه بتاعت يوم الاحد اللي كان. تعالوا كده مع بعضنا ندقق على خريطه العالم السياسيه ونشوف تطور الخريطه السياسيه في الفتره الاخيره. الخريطه بتؤكد على افكار مين يا مستر ايمن، مين يا مستر عزيز؟ على افكار فريدريك راتزل، لان هو قال لي ايه؟ ان الخريطه السياسيه للعالم تشكلت نتيجه الصراعات. من المتوقع ان الخريطه ديت ما تفضلش على حالها، من المتوقع ان من الممكن ان احنا نشوف دول جديده ما كانتش موجوده، نشوف اندماج دول مع بعضها البعض تحت مسمى جديد او تحت مسمى نفس الدوله اللي ضمت دوله مجاوره ليها، وبالتالي خريطه العالم السياسيه محتاجه فهم. في المقام الاول تقدر تحدد معلوماتك. فبكرر انا ومستر عزيز، ولو تفتكروا معانا كل حصص الجغرافيا السياسيه بدايه من اول حصه في الدرس التمهيدي لحد اخر حصه النظام العالمي، كانت الخريطه ديت هي المفتاح بعد نواتج التعلم اللي كنا بنبدا بيها دايما الحصص بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. احنا كنا وصلنا يا مستر عزيز لحد خريطه مين المره اللي فاتت؟ كنا اتكلمنا عن اليابان اخر حاجه تقريبا. فرنسا، خلصنا خريطه تمام. اليابان. النهاردة تمام. عايزين نقف كتير على الخريطة دي يا مستر أيمن، وعاوز تمام. أولادنا يعملوا لي سكرين شوت الخريطة الصحيحة 100%، لأن في تمام. خرائط كتير جدا فيها مغالطات في يعني الرسم، مغالطات في مواقع الدول، مغالطات يمكن أشهر غلطة يا مستر عزيز بيقع فيها معظم أولادنا الخط دايره عرض 22 بين مصر والسودان، اللي لازم نتاكد تماما منه، يمكن واضحه جدا جدا في الخريطه اللي قدامنا. طيب زي ما قال مستر عزيز احنا عاوزين نبص على الخريطه اللي قدامنا ديت، القاره السمراء. بص حضرتك انا هبدا نقول كده انا ومستر عزيز ايه، عارف انت يعني هنباصل بعض شويه كلمات. فيها اقليات، نوع الاقليه اللي موجوده هنا اقليه عرقيه في جنوب افريقيا. طيب فيها مشكلات سياسيه مرتبطه بالحدود، مشكلات الرعي في دول غرب الافريقي، في دول الغرب الافريقي. فاكرين لما قلنا يتشابه جنوب غرب اسيا او جنوب غرب الوطن العربي الاسيوي مع جنوب غرب الوطن العربي الافريقي؟ هيعلمها لنا يا مستر عزيز زيت، حتى هي واضحه معانا رغم انها خريطه افريقيا بس واضحه معانا قوي. الجنوب الغربي الافريقي والجنوب الغربي الاسيوي من الوطن العربي هيبان قدامي اليمن، هيبان قدامي موريتانيا، الاثنين عندهم مشكلات رعاة. طيب تعالوا نمسك كده مع بعض بالراحة، شوف كده شمال أفريقيا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. طيب مين الدولتين اللي بتقع في تكتلين اقتصاديين؟ على طول مستر عايز هيعلم لي على ليبيا وتونس، ضمن تكتل الكوميونستات، ضمن تكتل اتحاد دول المغرب العربي اللي هي طبعا ليبيا وطبعا تونس. طيب تعال نشوف الممرات الاستراتيجيه، تعال نشوف، يا ريت ورقه وقلم، ده انتوا هتطلعوا معلومات كتيره جدا. وبالمناسبه الخريطه اللي قدامكم ديت جت في امتحان 2021 كخريطه قدام عينك في ثلاث اسئله صراحه، وثلاثة زيهم ما كانش هينفع تحل بدون نظر لخريطة أفريقيا. تخيل حجم الخريطة اللي قدامك في امتحان السنة اللي فاتت، ست أسئلة من الخريطة اللي قدامك دي. طيب يبقى أنا الممرات الاستراتيجية بنبدأ من مضيق طبعا جبل طارق، هو مضيق سياداته إفريقية أوروبية، مضيق صقلية وهو برضو مضيق إفريقي أوروبي، مضيق باب المندب وهو إفريقي أسيوي، مضيق بصوا كده معايا علم لهم على المضيق المضيق ده يا مستر عزيز بعد اذنك، تعالوا عند جزيره مدغشقر كده وبصوا على مضيق موزمبيق. هو مش مضيق بالمعنى المفهوم الضيق قوي، بس بالنسبه للمحيط الاطلنطي او بالنسبه للمحيط الهندي هيبقى المضيق اللي اسمه مكتوب عليه مضيق مدغشقر. طيب الممر الاستراتيجي المميز جدا جدا اللي ربط العالم شرقه بغربه،
قناة السويس، نعلمها يا مستر عزيز، نعلم عليها بلون مميز قناة السويس وتأثير قناة السويس في الربط ما بين كل قارات العالم، ما بين الشرق وما بين الغرب، الموقع الاستراتيجي المميز جدا جدا على مستوى العالم. يبقى احنا القارة الاستراتيجية، شوف مستر عزيز عامل لي ايه، خد لي الطريق من غرب اوروبا او من دول الغرب لدول الشرق وداني الهند. فاكرين لما كنتوا بتدرسوا في التاريخ الحملة الفرنسية اللي قطعت الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند؟ مستر عايز رسم لك الخط. لما نقول ان هي رجعت لمصر اهمية موقعها في العصر الحديث بعد الدوران حوالين افريقيا اللي بعدنا شوية، الى ان قناة السويس رجعت الأهمية الاستراتيجية المميزة جدا جدا لمصر في العصر الحديث. وكمان في حاجة جميلة قوي بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، تعالوا بقى نخرج بره الجغرافيا السياسيه بس ندخل في قلب الجغرافيا السياسيه. انت تعرف ان قناه السويس الجديده طبعا بعد افتتاح القناه، الجزء اللي تم توسيعته والجزء اللي تم عمل مجرى ملاحي موازي للمجرى الملاحي القديم، زادت حركه التجاره العالميه، زادت حركه مرور التجاره مرور السفن. يعني احنا كان عندنا حاجه اسمها قافله الجنوب قافله الشمال، بتبدا تستنى بعضها في منطقه البحيرات المره ثم تستكمل الحركه عكسيه. لا، النهارده بقت السفينه اللي جاي من الجنوب اللي جاي من الشمال في صوره جميله بتلتقي فيها قافله الجنوب مع قافله الشمال. يعني حتى يمكن في عمله تذكاريه، ده اللي هي عمله قناه السويس، بتوضح لينا مدى الاهميه البالغه لقناه السويس الجديده وازاي كان لها دور كبير جدا 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 في ده. وممكن نقول ايه اللي استخدمناه لاتخاذ القرار ده؟ نظم المعلومات الجغرافيه، لانك لما ترجع للدرس التمهيدي يا مستر عزيز هتلاقي كلمه اتخاذ قرارات تساعد في اتخاذ القرارات. يعني ممكن اجيب لك صوره بالاستشعار عن بعد، صوره بالمرئيات الفضائيه لقناه السويس الجديده، اقول لك تم اتخاذ قرار، لكن تم تحديد المسار، تحديد المسار يبقى ايه؟ تحديد المسار على طول يبقى استشعار عن بعد. اتخاذ قرار، اتخاذ قرار هيكون ايه؟ نظم المعلومات الجغرافية. يبقى بنتكلم عن مصر، نشوفها دولة مركزية، نشوفها دولة منتظمة، نشوفها دولة جبهتين بحريتين، نشوفها قلب سياسي، قلب الدولة السياسي اللي هي منطقة القاهرة الكبرى، عاصمة تاريخية، ممر استراتيجي، زي ما قلنا جبهتين بحريتين، حدود فلكية بحتة، حدود تتفق مع دايرة عرض 22 طبقا لاتفاقية الحكم الثنائي مع السودان، حدود تتفق مع خط طول 25 مع دولة ليبيا، تمام؟ متعرج الحد الغربي في القطاع الشمالي، وده يرجع لمين؟ يرجع يا أستاذ لبعض الايه؟ لو تفكروا كده هنرجعه للمرحلة الثانية من مراحل رسم الحدود. طيب تعالوا معانا ودققوا النظر على ليبيا. مستر عزيز، ليبيا وتونس، اديني الثلاث زوايا اللي احنا عارفينهم. خط اتجاه الشمال مباشرة مع بين ليبيا وتونس، عاوزين نشتغل على الخريطة اللي قدامنا تبقى واضحة قوي لأولادنا. طيب، فاكرين كلنا القضية اللي ما بين ليبيا وتونس وهي مشكلة دول متجاورة مائياً. خلي بالك إن في عندي دول متقابلة ودول متجاورة. كل الممرات الاستراتيجية هنسميها دول متقابلة. احنا عندنا ليبيا وتونس اختلفت الدولتين في تحديد الحد البحري بينهم، فكانت ليبيا بترى اتجاه الحد في اتجاه الشمال مباشرة، فكان الرد من تونس اللي هي كانت عاوزة زاوية 45، فكان الرد من محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة ان يبقى الزاوية 26 تنحرف الى 52. واضح قدامي الكلمات اللي قلناها، واضح قدامي مشكلة سبتة ومليلة. يعني خلي بالك كل الأمثلة اللي موجودة معنا في المنهج نقدر نطلعها من القارة السمراء. تعالوا نشوف مع بعض كده، مستر عايز هيعلم لي تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، جمهورية جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، كل دي الدول إيه يا مستر عزيز؟ هيرد عليا مستر عزيز ويقول لي إيه؟ دول إيه يا مستر عزيز؟ الدول الحبيسة. الدول الحبيسة اللي بتقع في شمال خط الاستواء. في دول حبيسة بتقع في جنوب خط الاستواء. بص على بوتسوانا، بص على زامبيا، بص على زيمبابوي، يعني أوغندا ما بين شمال وجنوب خط الاستواء. السنة اللي فاتت كان في سؤال جميل وعرضه علينا مستر عزيز في الحصة بتاعت المراجعة ونكرره تاني، لما قال لي أقل الدول في مياه في نصيب المياه في بحيرة فيكتوريا تقع فين؟ قال لي مالكش دعوة، خلي بالك شوف في كينيا كده شمال خط الاستواء جنوب خط الاستواء، ولكن كانت الإجابة شرق جرينتش. ليه؟ لأن أنا لما آخد، يا ريت يا مستر عزيز خط جرينتش برضو كده بعد إذن حضرتك على نفس الخريطة، لما نشوف خط جرينتش ونبص على خط جرينتش هتلاقي إيه؟ هتلاقي معظم القارة الأفريقية تقع إلى الشرق من خط جرينتش،
وبالتالي واضح جدا انت يعني كل القاره الافريقيه باستثناء جزء من المغرب باستثناء موريتانيا باستثناء بعض الدول التي تقع في منطقه ساحل غينيا في غرب افريقيا طبعا هي اللي بتقع في منطقه غرب جرينيش. طيب المحيطين المهمين بالنسبه لافريقيا المحيط الهندي المحيط الاطلنطي زامبيا زيمبابوي زامبيا زيمبابوي الدولتين دول لو تاخد بالك منهم دولتين حبيستين موجودين. طيب بص معايا كده بص على انجولا. طيب انجولا جابها بحريه واحده. طب اطلع فوق انجولا وتعالى على الكونغو. الكونغو دوله ذات شكل منتظم ذات بروز واتفقنا مع بعض قبل كده لو فقدت البروز الغربي لان لها بروز اخر في الجهه اللي احنا شايفينها في الجهه الجنوبيه الشرقيه لو فقدت البروز الغربي هتتحول الى اكبر دوله حبيسه في قاره افريقيا لانك لو هتبص عليها بالمساحه هي دوله حبيسه فهتتحول لو خدنا البروز اللي هو منطقه البروز الغربي هتتحول بالفعل الى دوله حبيسه وفي الحاله دي هتبقى من اكبر الدول الحبيسه في قاره افريقيا. طيب زي ما شفنا احنا عندنا بتسوانا دوله حبيسه. بص على ناميبيا وخلي بالك من الجزء اللي هو بارز ما يزهلنا يا مستر عزيز اللي ما بين بتسوانا وزامبيا وانجولا الجزء اللي من ناميبيا البروز اللي بيوصلها لحد زيمبابوي ولحد زامبيا. طيب خلي بالك لو فقدته لصالح اي دوله من الدول اللي قدامك اسمع الكلمه اللي هقولها لك هتقلل عدد الدول المجاوره لدوله ناميبيا. يعني لو فقدت البروز ده سواء كان لصالح بتسوان او لصالح انجولا او لصالح اصلا زامبيا او لاي دوله من دول بمجرد ما تفقده هيبقى جزء تابع للدوله اللي هتاخد الجزء البارز ده وبالتالي هتقل عدد الدول المجاوره لدوله ناميبيا. وبالتالي انا عاوز اقول لحضرتك حاجه لازم عينك تكون ناقده لازم تقدر تطلع من الخريطه. بصوا الفرق الواضح ما بين سويسلاند وما بين ليسوتو. بص كده معايا دولة ليسوتو دولة جيبية. طيب دولة سويسلاند ما هي زيها يا مستر زيها بالظبط ده في قلب جنوب افريقيا. لاحظ ان فيها حدود مع دولة موزمبيق. دولة ليسوتو تتبع النظام السياسي يعني بص تخضع تماما لدولة جنوب افريقيا لان هي الدولة اللي بتحتويها. اما بالنسبة لدولة سويسلاند قدامها خيارين، الاختيار الاول دولة جنوب افريقيا اللي هي الجزء الاكبر فيها والاختيار الثاني دولة موزمبيق. اذا واضح قوي الفرق. ولو تفتكروا شبهناها بمين؟ شبهناها بدولة اندورا اللي هي بتقع على الحدود ما بين فرنسا وما بين اسبانيا. اذا خريطة أفريقيا تتميز بزخم يعني. طب معظم الحدود اللي قدام عينك اترسمت نتيجة تصفية الاستعمار لمستعمراته. لو رجعنا بالذاكرة كانت في الجزء الغربي من أفريقيا كانت عليه علم فرنسا، الجزء الشمالي في مصر والسودان كان عليه علم بريطانيا مع أجزاء من الجنوب، ترجع للكونغو كانت فرنسا، ترجع للجزء بتاع القرن الإفريقي كانت إيطاليا، ترجع للجنوب في جنوب أفريقيا كانت يعني كانت دولة تكاد تكون استعمار كان مسيطر على القارة بالكامل. فطبعا تصفية الاستعمار لمستعمراته هو السبب الرئيسي لرسم الحدود في القارة الإفريقية أو في القارة السمراء زي ما بتقال في يعني الأمور اللي هي السياسية. فضل مستر عزيز. شكرا مستر أيمن، كامل الشكر والتقدير لهذا التوضيح الرائع. أنا عايز أذكر أولادنا بنقطة اتناقشنا فيها من حوالي 3 شهور يا مستر أيمن. من 3 شهور إحنا طرحنا سؤال في المنصة كان انفراد. قلنا لما ندقق النظر في خريطة القارة الإفريقية وخاصة الأجزاء الشرقية بالنظر إلى البحر الأحمر. فاكرين يا أولاد؟ أعتقد إن معانا أولاد من بداية العمل متابعينا هيتذكروا السؤال ده. لو قلنا ايه وانتوا حتى كنتوا اديتوا اجابات واتبسطتوا منه جدا لكن انا عايز بس اعيده على حضراتكم لان ده فيه شويه فهم حلوين. لو جفت ميه البحر الاحمر نتخيل ان البحر الاحمر اللي من خلاله مجموعه من المنافذ الاستراتيجيه مضيق باب المندب المضيق العربي الخالص قناه السويس شريان الملاحه الدولي العالمي. لو جفت مية البحر الأحمر تمام هيتم اقتسام قاعه بين الدول المطلة عليه لأنها تتحول لمناطق من اليابس. تمام تمام. بص كويس على الدول المطلة عليه
أنا عاوز حضرتك تستنتج لي 3 دول هيتحولوا لدول بجبهة بحرية واحدة. الأول أنا هبص على الدول، سؤال فاكرين جميل. السؤال يا ولاد؟ فاكرين السؤال لما قلنا إذا جفت مية البحر، إحنا قلنا من أكتر من 3 شهور لما بدأنا دراسة المقومات الطبيعية، وقلت لحضراتكم إن ده سؤال هننفرد بيه في منصة البث المباشر، وبنكرره تاني لأهميته لأن هتجيلنا فيه لينكات زيه كده في الامتحان يا مستر أيمن. أكيد يا مستر عزيز. أنا وفي شايف دولة البحر الأحمر بتطل على مين؟ بتطل على مصر والسودان، أريتريا، اليمن، المملكة العربية السعودية وهكذا. طيب مستر عزيز، حضرتك بتقول لو ميته جفت وتحول ليابس، ممكن لو سمحت تستنتج ليا 3 دول بوجهة بحرية واحدة؟ يعني في 3 دول هيفقدوا جبهة بحرية. حد كان كتب لنا السودان، قلنا له لا، ده تمام، كده السودان هتبقى دولة حبيسة. هتبقى حديثة السودان، هتبقى دولة حديثة. تمام، طيب امال انت هتطلع ايه 3 دول اللي ممكن تطلعهم يا عم عزيز؟ ان انا طلعتهم ابص لك على يا مستر الدول عزيز. قالت مصر، اليمن، السعودية. ممتازه، لان اليمن هتفقد جبهتها الغربيه، وكذلك السعوديه هتفقد جبهتها الغربيه، ومصر هتفقد احد جبهتها وهي الجبهه الشرقيه. ده كان تعليق بسيط من ادائي في العمل ده هنا. طب انا تمام عايز يا ابص على حاجه تانية كمان برضو، احنا كنا اتكلمنا عليه في نفس الدرس ده يا ولاد، وقلنا ايه؟ في اسئله اسمها الاسئله الابتكاريه، ان حضرتك بتشغل ذهنك وبتتخيل شويه. وقلنا ايه رايك يا مستر ايمن لو احنا الاثنين انا وانت كده زقينا جزيره مدغشقر لتلتحم بدوله موزمبيق فيختفي مضيق موزمبيق؟ تمام. تمام. طيب انت النهارده هتشوف ايه اللي هيحصل في المشهد ده. حكايات جميله قوي. انا بس بذكركم لان احنا قلنا الكلام ده من شهور، وده حقكم علينا ان احنا نعيده النهارده برضه، اذكركم بمرور دائره الصفر الدوليه عبر الدول تتباين من حيث الشكل، اه تمام يا مستر. تتحدد انواع شكل الدوله عبر دائره الصفر الدوليه. ولا دايما نقول دائره الصفر الدوليه اللي هي مجازا في الاعداد كنا بنسميه خط ايه الاستواء، لكن تدقيقا دائره الصفر الدوليه غير خط الصفر الدولي. خط الصفر تمام. الدولي جرينتش دوليه دائره استواء. طب انا شايف ايه؟ لو مشيت من الشرق للغرب هيعبر الدوله بوجهتين بحريتين، الصومال، بوجهه بحريه من الجنوب الشرقي قنيا، دوله حبيسه داخليه اوغندا، دوله مندمجه ذو بروز الكونغو، وافضل امشي معاه لما اوصل لساحل المحيط الاطلنطي. زي ما قال مستر ايمن فعلا، لو ممكن نقعد في خريطه افريقيا 3 4 حصص كاملة، تمام. وندخل طيب بقى القارة جميلة حكاية الحكايات، القارة التي شهدت التغييرات الجامة على خريطة العالم، القارة التي أكدت مصداقية آراء فريدريك راتزل الرجل الذي أرسى قواعد الجغرافيا السياسية، ومن أشهر ما كتب وقال خريطة العالم تغيرت نتيجة صراعات. العالم كان رحلة صراع بين تكتلين، التكتل المنهار يقع في قارة آسيا، ونترك لمستر أيمن دقائق الكلمات والموضوعات، تفضل يا فندم. طبعا مستر عزيز، يعني دايما الاضافات بتاعته هي الاضافات اللي نقول عليها بتكون في الجول. يعني العفو طبعا العفو. بنبص على الخريطه الجميله المميزه وبنرجع ونقول يا ريت راجع الحصه كتير، لانها تبقى موجوده معاك لينك لمده اسبوعين على جدول المنصه، غير ان انت هتشوفها بعد كده ان شاء الله على اليوتيوب. راجع الخرايط، خد سكرين من الخرايط، ركز جدا جدا في الشغل اللي قدام عينيك. خريطة مميزة ممكن ما تشوفهاش غير معانا هنا في منصة البث المباشر أو على الأطلس المدرسي اللي موجود على التابلت مع حضرتك. طيب بص معايا كده الأول، تعالى نطلع في الخريطة اللي قدامنا دولتين، دولتين ذات طبعا عضوية كاملة أو بنقول دائمة في الأمم المتحدة، أثرت في العلاقات الدولية، إحداهما من القوى اللي هي بتاعت طبعا الرأسمالية والإيه الشيوعية، وهي روسيا اللي هي طبعا وريث شرعي للاتحاد السوفيتي، والصين كقوة بشرية. شوف أنت ربطت الخريطة بإيه؟ هما كبيرة المساحة، بالفعل كبيرة المساحة،
روسيا كبيرة المساحة، الصين كبيرة المساحة، الهند كبيرة المساحة. طيب في دولتين حبيستين ذات مساحة كبيرة، منغوليا وكازاخستان. منغوليا درستها بالنص انها دولة مستطيلة تمتد من الشرق الى الغرب، وهي تتشابه في هذا الامر مع تركيا اللي هي برضو تمتد من الشرق الى الغرب. طيب فاكر السؤال اللي كان في امتحان السنة اللي فاتت، ان دولة لا تتناسب مساحتها مع جبهتها البحرية، وكانت الاجابة كانت الكونغو. تمام، هنبدا هنعمل زيها هنا ونقول دولة لا تتناسب جبهتها البحرية مع مساحتها مع مساحتها هتبقى دولة العراق، لانها بتطل بمساحة بسيطة جدا، بجبهة بحرية بسيطة جدا على الخليج العربي. طيب تعال كده يا مستر عايز علم لي على اليابان، طبعا احنا استفدنا فيها ولكن هنا لانها مع قارة اسيا. بص حضرتك معايا، اليابان التكنولوجيا هي المثال للتكنولوجيا، دولة جبلية، دولة مجزأة بحرية، دولة مجزأة بحرية، لعبت دور في سقوط عصبة الأمم بانسحابها من عصبة الأمم مع دولة ألمانيا. من متغيرات النظام العالمي الجديد وتأثير النظام العالمي الجديد ظهور ألمانيا واليابان كقوتين عظمتان وتبقى موجودة حاليا في كل الصراعات الدولية. إذا اليابان واضح قدام عينك، احنا قلنا ليست بالضرورة كل الدول الهامشية قليلة في علاقاتها الدولية، والمثال على ذلك اليابان. يعني عاوز تجيب مثال لفعلا ان فعلا لكل قاعده ما يشذ عن هذه القاعده، قاعده اختلافات. الاختلاف هنا انت قلت لي ان الدوله الهامشيه الموقع بتكون علاقتها محدوده، واديتني مثال تحت مين؟ نيوزيلندا. طيب ما اليابان هامشيه بالنسبه للعالم وبالنسبه لاسيا، ولكن اليابان التكنولوجيا الدوله المؤثره جدا جدا. طيب في شبه جزيره تنقسم الى دولتين اللي هي طبعا كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، ودي دوله تبقى تجاورها دوله واحده زي ما قال لي مستر عزيز واحنا بنأكد في الحصه اللي فاتت. طيب تعال بص على الحدود الشماليه الشرقيه للصين، الحدود الشماليه الغربيه للصين. تاني، الحدود الشماليه الشرقيه للصين، الحدود الشماليه الغربيه للصين. حصل تغير، حصل تغير بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. قبل ما تشوف كلمه روسيا اللي قدام عينك، لان دي تعتبر خريطه حديثه، كانت ايه يا مستر؟ كان الاتحاد السوفيتي. فكانت الجزء اللي هو في منطقه بحر قزوين، وخلي بالك هو شوف مستر عايز عمل لك ايه؟ لما قطع لك روسيا قطع لك الجزء اللي في اسيا، يعني في لسه بقى لها باقي اصلا. واحد يقول لي يا مستر انا لما براجع الخريطه انا بشوفها شمال بحر قزوين وبشوفها في المنطقه اللي هي شمال تركيا المناطق دي. اه طبعا، ما انت عندك في حاجه اسمها اوراسيا، اوروبا واسيا. طبعا القاسم المشترك ما بين اوراسيا هي مين؟ هي دوله روسيا الاتحاديه. طيب روسيا، هسالك سؤال، سواحلها الشماليه مستر عايز عددها لي وسواحلها الشرقيه حددها لاولادنا، يعني نحدد السواحل الشماليه بلون بعد اذنك وليكن ازرق غامق، ونحدد السواحل الشمالية. يبقى أنا عندي السواحل الشمالية وسواحل شرقية. السواحل الشمالية لروسيا، السواحل الشمالية لروسيا ليست لها أي فائدة اقتصادية. طيب السواحل الشرقية لروسيا، هي دي. فاكر لما كان مستر عزيز وهو بيشرح لنا المواقع البحرية وبيقول لي إيه؟ تتوقف أهمية المواقع البحرية على أهمية المسطح المائي. هل هنا اقتصاديا المحيط المتجمد الشمالي زي المحيط الهادي؟ طبعا بالقطع انتوا اللي هتقولوا لي اكيد لا، انا سامع ولادي وولادي على شاشه يقولوا لي اكيد لا يا مستر، اكيد انت بتتكلم في محيط متجمد، فبالتالي هيبقى ملوش اي نشاط اقتصادي يذكر. تمام، حتى الانهار اللي بتصب فيه اوب يانسي لينا، طبعا انهار داخليه، يعني خلي بالك من الكلام لان من الممكن هتشوف النواتج ديت مع حضرتك. وكان معايا سؤال على الشات من شويه، طبعا معلش هنقطع الكلام لانه مهم جدا، بتسالني عن دوله ما، انا مش هقول اسم الدوله اللي سالت فيها زمايلكم، بتقول لي يا مستر هي دوله سين دوله مجزاه. بص حضرتك لما هيجيب لك الخريطه هتبص على الدوله، احنا بنميز الخريطه السياسيه بايه؟ بالالوان اللي قدام عينينا دي، ودي باذن الله اللي هتشوفها في الامتحان سواء كان تابلت سواء كان ورقي ايا كان نوعيه الامتحان، فهتبقى الدوله مميزه. لو انا بصيت ودققت النظر الدوله اللي بيجي لي دي هتبقى مظلله، وفي جزء منها مظلل وفي فصل بري على طول وانت مغمض تبقى مجزاه بريه. طيب نفس الدوله وفي فصل بحري على طول برضه تبقى مجزاه بحريه. يمكن مثال اليابان قدامنا، ايطاليا كانت موجوده قدامنا، الولايات المتحده كانت موجوده قدامنا. لو عادت مره اخرى باكستان الشرقيه وباكستان الغربيه واتحدت مره ثانيه هتبقى دوله مجزاه بريا، لان اللي هيبقى الفاصل فيها هي دوله الهند. طيب اقليم كشمير
اقليم كشمير مستر عز محدده لي ومظلله لي واضح جدا قدام عينينا. بص على باكستان، بص على افغانستان، بص على الهند، بص على الصين، مستر عز كان مظلله ظلله لك تاني بلون مميز. ده لو يعني طبقا لراي الامم المتحده وحصل الاستفتاء وكانت نتيجه الاستفتاء استقلال اقليم كشمير عن القوتين، فهيبقى دوله حبيسه، فهيبقى دوله جبليه، فهيبقى دوله تتميز بوجود الغابات، وبالتالي هتبقى ممكن تنتشر فيها صناعه الاساس، هتبقى دوله سياحيه. ويقولنا لما كنا بنقول ان الايه ان في ايام الاحتلال البريطاني كان الجنود الانجليز بيفضلوا قضاء الاجازات الصيفيه في هذا الاقليم. إذن شوف منهجك وطلع كل ما هو مرتبط بآسيا. تفكك الاتحاد السوفيتي، تأثير تفكك الاتحاد السوفيتي على منطقة مين يا أستاذ أيمن؟ على منطقة شمال غرب آسيا، لأن حضرتك هتحسبها شمال غرب آسيا، ما أنت الكتلة الكبيرة بالنسبة لك روسيا. الجزء اللي فوق روسيا ده مين؟ موجود فين يا مستر أيمن؟ موجود في منطقة غرب آسيا، تمام كده؟ وخاصة في الجزء الشمالي، لأنه في شمال خط الاستواء وشمال مدار السرطان كمان. لما كنا بنقول طب التغير كان بالنسبة للاتحاد السوفيتي، جنوب غرب الاتحاد السوفيتي، تمام؟ طيب بالنسبة للعالم، شمال شرق العالم. شوف تغيرت الاتجاهات من يعني اختلاف السؤال أو من المنطوق بتاع السؤال. طيب دولة دليل دامغ، دليل قوي على اندماج دول في النص أو العقد الأخير من القرن العشرين، وهي دولة عربية، هي دولة اليمن. طيب التغيرات السياسية أدت إلى قلة عدد الدول المجاورة للسعودية. تاني السؤال ده كده، لما اليمن اندمجت، علم لهم يا مستر عزيز على اليمن. طيب لما اندمجت اليمن، غير اللون عشان تتميز عن عمان يا مستر عزيز بعد إذنك. الألوان هتخلص يا أستاذ أيمن، معلش هنغير بس عشان يميزوا عن عمان عشان يبقى واضح. هذا حقيقي، تمام. بصوا ولادنا، بصوا كده جميل قوي. لما كانت اليمن دولتين، كنت تيجي تعد الدول المجاورة للسعودية تقول 1 2 3 لحد عمان. طيب النهارده لما اندمجت اليمن، خلي بالك بس، انا بقول لك ايه مفردات الاختيارات اللي هتكون قدامك، المشتتات اللي هتكون في السؤال. هيقول لك ايه؟ التغير السياسي الذي شهدته منطقه جنوب غرب اسيا في العقد الاخير من القرن العشرين نتج عنه نقط، ويقول لك زياده مساحه السعوديه، قله مساحه السعوديه، زياده عدد الدول المجاوره للسعوديه، قله الدول المجاوره، عدد الدول المجاوره للسعوديه. اولا انت هتوصل ايه؟ توصل لايه هو التغير؟ هو حدد لك المكان بالظبط. يبقى اذا اليمن كانت دولتين، ولو رجعت لاول خريطه في الحصه معانا واول خريطه في كتاب المدرسه، طيب اتحولت لايه؟ اتحولت لدوله واحده، وبالتالي مساحه السعوديه لم تتاثر، لا زياده ولا نقصان، ولكن ما تاثر هو عدد الدول المجاوره للمملكه العربيه السعوديه. اكتر الدول اللي عندها فرصه الانضمام، تمام، للاتحاد بتاع مجلس التعاون لدول الخليج، على طول هقول العراق. واحد يقول لي طب ليه يا مستر ايمن مش ايران؟ لان الاتحاد في مقاومات البشريه اللغه العربيه، وايران دوله لغتها اللغه الفارسيه. لان انت حضرتك لاحظ معايا اتحاد مجلس التعاون لدول الخليج، بص هتلاقي مين؟ كل الدول. واحد يقول لي طب ليه ما تبقاش اليمن؟ ليه يا مستر ايمن ما ندخلش اليمن؟ ما احنا لما بنتفرج على البطوله اللي هي بتاعه كاس الخليج، اليمن بتلعب فيها مجازا، طبعا، وممكن انت مصر تلعب فيها كده ماشي، لكن انا اجي اقول لك لا، بشروط التكتل الاقرب للانضمام هي دوله العراق، الاقرب للانضمام هي دوله العراق. طيب التغيرات، اكتر البحار الداخليه تاثيرا بالتغيرات السياسيه في العقد الاخير من القرن العشرين كان مين؟ هل هو البحر الاسود أم هو بحر قزوين؟ واحد يقول لي هو البحر الأسود بحر داخلي؟ البحر الأسود متصل بالبحر المتوسط، ولو كانت بفتحة ضيقة اللي هو البوسفور والدردنيل، وبالتالي متصل بالمحيط الأطلنطي على الطرف. أما بحر قزوين والبحر الميت، دول بحار داخلية موجودة في قارة آسيا، تمام؟ طيب هل البحر الميت اتأثر بالتغير السياسي؟ لا، اللي اتأثر بالتغير هو بحر قزوين. لما تبص عدد الدول المطلة على بحر قزوين قبل التفكك كان الاتحاد السوفيتي وإيران فقط. طيب بعد التفكك بقت مجموعة الدول، وأنا برضو فاكر مستر عزيز عمل سؤال جميل في الجزئية دي وطلع لنا دولة تقع في شرقه وفي غربه. يعني من الممكن، مش بس سؤال ولا اتنين ولا ثلاثة. طيب تعال بقى معايا الصين. الصين حكاية، تعالوا بقى معايا. أيدت حلف ورسو ولكنها لم تنضم، تعهدت بالمساعدات ولكنها لم تنضم، دولة الصين.
أكبر الدول مساحة في آسيا بعد الاتحاد السوفيتي، بل إنها في العالم بعد الاتحاد السوفيتي، ماشي. أكبر قوة بشرية في العالم، أكبر قوة بشرية في العالم، ويمكن ده اللي إداها مقعد دائم في الأمم المتحدة. واحد يقول لي لا يا مستر أيمن ده اقتصادها، لا ركز معايا، هي مين هي الدول اللي بتمتلك حق الفيتو؟ هنعد أربعة، الأربعة اللي فازوا في الحرب العالمية الثانية: الولايات المتحدة، روسيا، إنجلترا، فرنسا، اللي هم انتخبتهم في التاريخ باسم دول الحلفاء، وانضمت لهم الصين. طب الصين ما كانتش معاهم، ليه انضمت؟ انضمت كقوة بشرية، أكبر قوة بشرية في العالم. الصين لوحدها أكتر من ربع سكان العالم. طيب يبقى اتكلمنا إنها قوة بشرية، اتكلمنا إنها أكبر الدول المؤثرة في العلاقات الدولية. ولو تاخد بالك معايا، لما شرحنا العلاقات الدولية، هفكرك بحاجة. قلت الصين مرتين، قلت الصين في المقومات البشرية، وقلت الصين مرة تانية وأنا بشرح إيه؟ الصين، وأنا بشرح حاجة مهمة جدا، وأنا بشرح المقومات الاقتصادية. شوفوا مستر عايز عمل حاجة جميلة جدا، راح مطلع لي روسيا على البحر الأسود ومنها تتصل على البحر المتوسط. يعني الموضوع هنا الجغرافيا السياسية جميلة جدا إنك تفهم، إنك تفهم. طيب نرجع تاني للصين. الصين مطلة على إقليم كشمير ولكنها ليست طرفا في الصراع. الصين تحدها من الشمال أكبر الدول المستطيلة الداخلية في قارة أفريقيا، خلي بالك مستطيلة داخلية، يعني ما قلتش أكبر الدول الحبيسة، تمام؟ ما هي الحبيسة في كازاخستان ماشي، بس اديتك كلمة مستطيلة ليه؟ لأن أنت قلت لي إن من الدول ذات الشكل الشريط المستطيلة التي تمتد من الشرق إلى الغرب. يا مستر عزيز بلون أحمر غامق بعد إذن حضرتك، يعني حددت لك اللون عشان أخلص لك الألوان والفرشة بتاعتك، ايوه وهتاخد لي من أول منغوليا لآخرها، ومن اول منغوليا ومن اول تركيا لاخرها حاضر، الاحمر الغامق، ماشي عايز منغوليا كلها تمام، وعاوز تركيا، وعاوزين تركيا تمام. ناخد الاحمر هيبقى اوضح، لونين الاحمر هيبقى اوضح، ويغيروا الشكل بقى بعد ايوه ثواني. تمام. معلش هو الانترنت اظن في صعوبة. تمام، اظن احنا كده شايفين ان الدولتين شكلهم او هنقول طولهم اكتر من عرضهم، هي عرضهم اكتر من طولهم معلش. طيب تتميز منغوليا وتركيا بكسر الدوائر العرض ولا كسر خطوط الطول؟ ها نركز كده مع بعض، يعني منغوليا وتركيا هتبقى فيها ايهم اكثر، دوائر العرض ام خطوط الطول؟ انت قلت لي ان هي دول شريطيه من الشرق الى الغرب، يبقى على طول هي دول عرضيه، يبقى اذا هيزيد فيها خطوط الطول. افتكروا الجمله اللي حطيناها قاعده لازم تاخدوا بالكم منها قبل كده، ان الدول اللي بتمتد من الشمال للجنوب بتزيد فيها دوائر العرض، الدول اللي بتمتد من الشرق الى الغرب هي اللي بتزيد فيها خطوط الطول، هي اللي تزيد فيها خطوط الطول. يبقى طبعا الصين، الهند طبعا اتكلمنا عليها، كان مشكله كشمير وشفنا خلافاتها مع باكستان وشفنا تدخل الامم المتحده، التكتل الاقتصادي اتكلمنا عن تكتل اتحاد مجلس التعاون لدول الخليج واتحاد الايبك، يعني شوف كده معايا هتلاقي روسيا، هتلاقي الصين، هتلاقي المنطقه بتاعه جنوب شرق اسيا كلها طبعا وفقا لمعيار الاتحاد، اتحاد الايبك. طيب يبقى انا عندي تكتلين اقتصاديين واضحين جدا، عندي حلف عسكري انهار وهو حلف وارسو، وكان في احلاف قديمه زي الحلف المركزي او زي الحلف اللي كانت موجوده في الجزء من قاره اسيا، كانت اكثر القارات اللي شهدت احلاف عسكريه في فتره قيام الاحلاف العسكريه طبعا. وبالتالي انت بتتكلم عن قاره برضو زي ما هنقول، يعني لو قعدنا نطلع المعلومات اللي قدامنا في قاره اسيا مش هيكفينا حصه ولا اتنين ولا تلاته. نتحول مباشرة على، عشان وقتنا بيجري مننا مش عارف ليه، نتحول مباشرة على خريطة أوروبا بس بعد تعقيب مستر عزيز. العفو. طب انا بقى عندي سؤال حلو قوي بجد. احنا مستر ايمن اولا له شكر كبير جدا يا اولاد، اتكلم على البحر الاسود واتكلم على الدول المحيطه واتكلم حضرته على عوامل الانهيار وكيف انهار الاتحاد لنجد دوله تسمى بروسيا وكازاخستان و و و. طب ايه رايك يا مستر ايمن لو نربط الأحداث الجارية ونقول لو روسيا طبقت مفهوم الجي بوليتيك وعاوزة يبقى لها رجل كده في أحد المواقع الاستراتيجية العالمية،
تمد بإيديها ورجليها في واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية. هتبص حوالين الخريطة كده، هيكون أقصر طريق إنها تحت دولتين، يا ترى هيكونوا مين؟ خدوا بالك يا ولادي، هو أنا ممكن أقول جورجيا وتركيا؟ يبقى أنا هقرب هنا منين؟ هقرب هنا من دولتين، أذربيجان وإيران. طب أنا ليه بدور على أذربيجان وإيران؟ عشان هنا هوصل منهم لممر استراتيجي كبير جدا اسمه مضيق هرمز. حتى كمان حتى بس معلش يا مستر أيمن كده، لو بصينا على شبه القارة الهندية، جميل القطاع الجبار ده، كلمة الهند يا أولاد بيقطعها مدار السرطان، صح؟ تمام. إيه رأيك؟ إحنا قلنا لازم يكون في أسئلة ابتكارية غير تقليدية في المشهد. طيب، بانفصال باكستان ونبص على باكستان الغربية اللي شمالها كشمير وكل واحدة بلون مختلف. طيب، بانفصال باكستان عن الهند، أصبحت الهند دولة مندمجة ذو بروز، يمر بواسطها مدار السرطان، دولة برية بحرية مجزأة، دولة تنحصر سواحلها جنوب مدار السرطان. لو انفصلت انفصال باكستان عن الهند، خلاص هي مظبوطة قدامي. هشوف الهند بشكل ايه؟ هل هي دولة برية بحرية مجزأة؟ مفيش المشهد ده استبعد. هل هيقطعها مدار السرطان؟ في الحالة دي لا، مش هيقطع الأجزاء الوسطى، لكن هتكون الإجابة الكافية والواضحة إن سواحلها، سواحل الهند، هتكون إلى الجنوب من 23.5 شمالا مدار السرطان. دقق النظر معايا فيه أهو. تمام يا مستر عزيز. طيب أوروبا، هنلحق يا مستر أيمن ناخد حاجة في أوروبا؟ ان شاء الله ان شاء الله، بس قبل ما ندخل لاوروبا طبعا هيبقى لها معانا برضو تاني كلام تاني. هرد على بنتنا وبتسال سؤال ملح، يا مستر ليه تركيا اقوى من منغوليا رغم ان الاثنين نفس الشبه؟ رد بسيط خالص، رد بسيط خالص، لانها من اقليم البحر المتوسط. انتهى الموضوع. يعني ارجع يا مستر عايز بعد اذنك، ارجع للخريطه اللي قبل دي يا مستر عايز بعد اذنك. حاضر. بص حضرتك كده على الخريطه قدامك، شايفه منغوليا فين؟ هي دوله حبيسه، تمام، هي دولة حبيسة، وتركيا بحرية، يبقى إذن هما الاثنين زي بعض في الشكل، تمام، الاثنين زي بعض في الشكل، تمام. ليه قلنا تركيا أفضل من منغوليا؟ أنت اللي بتسأل أهو، يعني أنت بتقولي لي يا ريت توضح لي ليه تركيا أفضل من منغوليا. تركيا أفضل من منغوليا لأن تركيا بحرية ومنغوليا حبيسة، إذن علاقات تركيا أقوى من علاقات منغوليا. طيب تركيا في الاتحاد الأوروبي؟ لا، مش في الاتحاد الأوروبي، ده في حلف الناتو، لسه ما انضمتش للاتحاد الأوروبي. تركيا في حوض البحر المتوسط، ولو تفتكري في درس المقومات البشرية زي المناخ، مثال حوض البحر المتوسط تتميز باعتدال المناخ، وبالتالي من المناطق اللي بتتميز بقوة الأنشطة البشرية. يا ريت يكون وضحنا استفسارك، وأي حد برضو معاه استفسار، لأن برضو معانا أسئلة كتير، بس للأسف الوقت معانا هو اللي إيه اللي بيحكمنا. طيب تعالوا نروح زينب ردت عليك قالت لك لان منغوليا دوله حبيسه، برافو زينب. تعالوا نروح لاوروبا، تعالوا بقى قطعه الشطرنج الجميله، اسبانيا، فرنسا، المانيا، بولندا، اوكرانيا. انا خدت الاربعه او الخمسه الاميز كمساحه، يعني انت شايف الزخم اللي موجود في اوروبا، شايف اوروبا، انا شايف اهو الدول اللي واضحه كده ان مساحتها واضحه، يعني شوف بس عايز عمل لي خط اهو، خط رايح مباشره اهو. طيب في هنا كم دولة من الدول، اللي انت بتقول بتمتلك حق الفيتو؟ فرنسا وانجلترا، المملكة المتحدة قدام عينك اللي هي انجلترا. ليه؟ لانها من الدول اللي فازت في الحرب العالمية الثانية. طيب مثال للدولة المركزية، فرنسا. دولة شبه رئاسي، فرنسا. اتكلمنا عن فرنسا قبل كده، مش هناخد من وقت كبير فيها لان احنا اتكلمنا باستفاضه عنها. طيب مضيق دوفر اللي بيفصل ما بين فرنسا والمملكه المتحده، يبقى يفصل ما بين نظام شبه رئاسي ونظام برلماني، يفصل ما بين دوله جمهوريه ودوله نظام مملكه او نظام ملكي من حيث الشكل. اسبانيا والبرتغال، البرتغال جبهه بحريه مثلا احنا شايفينها هي واحده، وان كان لها جزء بيطلع بس هو على المحيط الاطلنطي. اصل واحد يقول يا استاذ انا شايف انها جبهتين، الاطلنطي والاطلنطي، خلاص. يبقى اذا هنا بنقول طب هل البرتغال مؤثره على مضيق جبل طارق؟ لا طبعا،
تمام. اتكلمنا عن اسبانيا، شفنا ان فيها منطقتين تطالب بالانفصال، احداهما في الشمال الشرقي تمام، والاخرى في شمالها الغربي، واحده اللي هي لاسباب طبيعيه وهي اقليم كاتالونيا بسبب الطبيعه الجبليه، والثاني اقليم الباسك لاسباب بشريه. اتكلمنا عن فرنسا، فيها نهر السين نهر محلي، فيها طبعا زي ما قلنا عاصمه تاريخيه، عاصمه قديمه هي باريس. اتكلمنا عن ايطاليا، ايطاليا مجزأة بريا بحريا، الحذاء اوروبا زي ما سماها مستر عزيز، الدولة اللي فيها مضيق صقلية، اللي فيها مشكلة مياه متقابلة مع تونس، اللي فيها مشكلة مياه متقابلة مع تونس، اللي فيها أصغر دولة في العالم تقع بداخلها، تمام؟ طيب سؤال يعني خبيث حبتين، هل ايطاليا تشترك في حدود برية مع ألمانيا؟ هيقول لي لأ. طيب لو النمسا فقدت بروزها لصالح ألمانيا خلاها حمراء يا مستر عايز البروز بتاع النمسا؟ خلي بالكم من الكلمات، خلي بالكم من الحاجات اللي بنقولها يا بنات يا أولاد، خلي بالكم قوي. يعني أنا بقول يا ريت الكلام ده يكون مدون. شوفوا بقى، لو النمسا فقدت بروزها خلاها بالأحمر برضه، الله، أصبحت ألمانيا كده إيه على حدود برية مع إيطاليا، يعني هتقل عدد الدول المجاورة لإيطاليا. ما انت لما تقول لو فقدته لصالح مين؟ لصالح المانيا، وبالتالي هتشترك المانيا، هتزيد، معلش اسف، هتزيد الدول المجاوره لايطاليا، لان النمسا هتفضل زي ما هي مجاوره، وهتبدا دوله جديده هتطل عليها الا وهي المانيا. طيب بولندا، نهر البوج اللي هو احد فروع نهر الفستوله، اللي هو بيربط يعني هو بولندا وبيلاروسيا واوكرانيا، واضحه جدا في خريطه مستر عزيز اللي مش هتلاقيها الا في منصة البث المباشر، واضحه جدا، لان خلي بالك الخريطه الوحيده اللي بالشكل ده اللي هتشوفها اللي معانا دي، انت هتشوفها في درس التكتلات الاقتصاديه، هتشوف الاتحاد الاوروبي، فمش هتلاقي كل الدول اللي قدام عينك، وهديك دليل قاطع، هتشوف السويد مش هتشوف النرويج، فاهمين الكلام؟ يعني لازم توضح وتفهم معايا. يبقى اذا هنا بنقول بص كده مستر عايز بعد اذنك اعمل لي خط نهر بوك كده ما بين بولندا واوكرانيا وبيلاروسيا، واضح جدا جدا اللون واضح، وراح مستر عايز عمل لينيا كمان اللون الاحمر ما بين بولندا اهو، بص كده بقى، يبقى انا عندي ايه؟ نهر البوج اللي هو ما بين بولندا وبيلاروسيا واوكرانيا. يعني يا جماعه واضح جدا جدا الكلمات، البحر الاسود واضح جدا اهو، بص روسيا الاتحاديه، شوف بقى اتصالها بالبحر المتوسط عن طريق، شوف مستر عزيز لما عمل، بيتهيألي هنا واضحه اكتر يا مستر عزيز، شيل بعد اذنك الخط الاحمر بتاع بولندا وبيلاروسيا، السهم اللي حضرتك عملته واضح قوي قوي معايا هنا، واضح فين؟ انا هطلع من روسيا الاتحاديه اللي هي مكتوب كلمه روسيا الاتحاديه، وانزل في الجزء الخاص بيها اهو، هلاقي نفسي وصلت للبحر الاسود، خرجت من مضيق البوسفور والدردنيل، تمام؟ دخلت على البحر المتوسط، اتجهت مباشرة على مضيق جبل طارق، وصلت إلى مناطق أوروبا الغربية ومناطق الأمريكتين. يعني واضح جدا إن الجغرافيا السياسية يعني تفهمها بالخريطة هتلاقي يعني كل شيء مميز وواضح. فطبعا احنا كده يعني تقريبا وقت حصتنا بيكون انتهى، فمستر عايز هنعرض الاسئله بس بعد اذن حضرتك، ونبقى نخلي الامريكتين ان شاء الله مع المراجعه بعد كده. اتفضلنا نعرض الاسئله بس، طبعا معانا حاجات كتيره ان شاء الله هنكملها مع حضراتكم في التطبيقات اللي جايه برضه باذن الله. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ليهم مفاجاه جميله جدا، طبعا حضرتك عارفها لان حضرتك شريك اساسي في العمل الناجح ده الحمد لله. فاحنا هنبسطهم قوي قوي قوي، شايفين الدول قدامكم دي، هناخد طريقة عرضية رائعة مميزة للعمل لجميع أو معظم الدول اللي طلابنا درسوها بوضوح في الكتاب. في نهاية العمل يا مستر أيمن توجه بكامل الشكر والتقدير لكد وتعب حضرتك والضمير الجميل في توضيح وعرض وتوصيل المعلومة. شكرا السيد الفاضل احمد عبد السميع عبد المنعم موجه اول محافظه القاهره للمراجعه العلميه تعليم الكتروني، مستشارنا الجميل دكتور اشرف عبد المنعم سيد مستشار ماده تنميه الدراسات الاجتماعيه. نراكم بكل خير الاسبوع القادم ان شاء الله، ان شاء الله نراكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.